السلام عليكم جميعا، كيف أموركم؟ إن شاء الله تمام. اليوم رجعت لكم من جديد، واليوم يا إخوان في عندنا صناديق البولباس، راح نفتح هذول الصناديق، وكمان في عندنا عصا راح ناخذ لها ترقيات ونمكس هاي العصا، كمان راح نلعب إما على طاولة التسعة أو على طاولة كل الكونز. فخليكم معانا ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على الكل ليصلكم الفيديوهات المستقبلية. شكرا لكم جميعا وربي يجزاكم ألف خير. بالبداية خلينا نفتح يا اخوان صناديق البولباس، خلينا نشوف صناديق البولباس هاي شو بتعطينا. نفس الموسم يلي قبله، يا هل ترى كمان بتعطينا لعصايات البولباس المواسم القديمة ولا في شيء جديد؟ انا لسه والله يا اخوان ما شفتهن بشكل كامل. طبعا عندنا 14 صندوق، لسه في صندوق فيما بعد، ما في مشكلة، المهم نشوف شو بيعطينا هذول الصناديق. تمام، خلينا نشوف اول صندوق يا اخوان بيبين معانا اذا من مواسم البولباس. من مواسم البولباس، مواسم القديمه. خلينا نشوف يفتح لان عصايات جديده. افتحي، طلعت منها قطعة واحدة، هاي العصا. هاي اخذت لها ترقيات كمان قبل هاي المرة، كثير والله اخذت هاي العصا. ما بقى منها قطعة واحدة كمان، حلو. هاي اخذنا ترقية لهاي العصا، حلو. احنا يهمنا الترقيات، يعني عندنا 10 صناديق تقريبا. هاي مكس، خلينا نشوف الاخر كمان. حلو، هاي العصا الثانية كمان اخذنا لها ترقية. خلينا نشوف الاخر كمان، صندوق اللي قبله، حلو، هاي كمان اخذنا لها ترقية. اللي قبله صندوق البولباس الماضي افتحن معي 4 عصايات. ما اعرف بهذا الموسم ما افتح معانا اشي لحد الان. ترقيات، شوف الاخر يلي بعده كمان. منو فيكم كمان افتح هذا الصندوق كامل يا اخوان؟ اكتب لنا بالتعليقات كم عصاية افتحت معك انت من هذا الصندوق. هاي كمان ترقية لإلها. مكس. طيب. هاي عندنا موجودة من قبل. بقى عندنا صندوقين فقط يا اخوان. في عندي موضوع مهم يا اخوان راح اتكلم على القناة الثانية، طبعا ما بقدر اتكلم على هاي القناة. المهم اللي يحب يسمع، هاي فتحت معنا عصا. راح نزل فيديو اليوم المساء او بكرة يكون على القناة الثانية، تمام. وهيك يا اخوان بقى عندنا تقريبا هذا كمان. ها اجت، راح نفتح هذا الصندوق. هاي 600 حتى ما نخليه خالص نهائيا. خلينا نفتح هذا الصندوق، صندوق ال تبع المهمة اليومية كمان. حلو، هاي اخذنا الترقية كمان. هاي نخلص منه صندوق البولباس عشان يكون خالص في المكس. ممتاز، وهيك صار معانا الصندوق اللي في المكس يا اخوان. احنا بيه كل المهام والمكافآت. خلينا نشوف عندنا هاي العصا يا اخوان، شايفين العصا؟ عصا اسطورية فعلا وحلوة جدا ضمن الحساب. خلينا بالبداية نشوف عصاية البولباس بعدين نطور هاي العصا، لا نلعب بيها كمان هاي العصا، بعدين ناخذ التطويرة.
بيعطيني 50 قطعة. هاي كمان ترقية، وهاي عصا البلدان كمان اخذنا لها ترقية. اللي بعده خلينا نخرج ونرجع ندخل من جديد. تمام، عندنا العصا هاي يا اخوان، عصا حلوة جدا. راح نمكس هاي العصا لتصير عندنا لفل المكس، لانه في عندنا عصايات كثير بالايام القادمة راح تشوفونها يا اخوان. وهنا التطويرة لهاي العصا صارت عندنا لفل 17، بقى منها قطعة واحدة وتصير معانا كمان لفل المكس. تمام، يعني عصا لفل المكس غير يا اخوان. طبعا كل ترقية لهاي العصا بتعطينا 75 نقطة للكيو باور. وهيك صارت معانا لفل ماكس، شايفين؟ كم شحن هيصير؟ 450 كوينز. يجوز ما بتبين، 450 كوينز يا اخوان شحن العصا بس تصير لفل ماكس، يعني حلوة مناسبة جدا. طيب خلينا مبدئيا نلعب على طاولة التسعة هاي، خلينا نلعب عليه. امس نزلنا فيديو على طاولة برلين، اليوم على هاي، او نلعب على طاولة كل الكوينز. خلينا نشوف. حلو، هاي الكسرة معانا يا اخوان. طبعا كنت العب عليها الطاولة انا والله من شوي، جمعت ما اعرف كم ستريك والله عليها الطاولة، فما اعرف هسه نشوف كم واحد. وين هذا اللاعب؟ اخ اريد باهي يا اخوان، باهي مطلوب، مطلوب باهي يا اخوان. روح فتنا باهي، وهنا ندخل طابة التسعة نشوف كم فوز عنا يا زلمة. وعندنا 12 فوز، اوه 12 فوز عندنا. روح روح دخل التسعة، ما انتبهت انا، كل بالي والله لعبت كثير والله بس ما انتبهت. لعيونكم، وهذا الفوز ال 13 والله. اوه طيب اللي بعده يا عبدو، يلا حلو والله. كم خاتم وصلتوا على هاي الطاولة انتو يا اخوان؟ كمان الكسرة معاي، شو القصة اليوم؟ كم خاتم يا اخوان؟ والله ان شاء الله انا راح اوصله الى 20 خاتم، بس يصير متوحدات معانا. ادخلي واحدة 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 واحدة، يا حرام ما دخلت ولا طابة معانا. طيب راح نوصله ان شاء الله. من وين هذا اللاعب؟ راح نوصله العشرين خاتم ان شاء الله، راح اشتغل عليه بهاليومين، لانه هاي الطاولة كمان بتخلص 13 الشهر المقبل، ضمن هذا الشهر اقصد، يعني 13 شهر مع عصا عصا النجمة راح يخلص نسوى. لا بدنا نخسر معناته مع هذا اللاعب، بدنا نخسر يا اخوان. ما دخلت معنا ولا طابة يعني. يدخل طابة الأربعة. أعتقد الجيم خلاص. قدمي كمان يوم
والله مقدم شيء بسيط بس لو لا لو شيء بسيط والله يا اخوان. الكيت يفوت مع الخصم اذا لا والله حرك اسبن ما يفوت. ما اعرف في حظ في شيء ما نعرف يجوز تدخل معه ما نقدر نتكلم الا يضرب يجوز تدخل معه. شايفين لمسة بسيطة كان ابو فيصل معط والله يا حبيبي. وين رايح؟ حبيبي عم تلعب بأعصاب المتابعين انت. يلا يلا اعطونا العصا. ترديت كأنه عنده فصل او ضعيف ما نعرف. خلص طلع طلع اي والله طلع. طيب عندنا كمان مرة اخرى. شو هاي العصا؟ احنا بدنا الطاولة ما بدنا العصاية. مية وثلاثة وثمانين. يلا الكسرة معي يعني حاجة يعني كسرتين ورا بعضهن معي. كم فوز يا ابو فيصل؟ 14 15 ودي خصم. كفو والله والله يا اخوان اذا جبت الجيم قسم بالله لا تصير اسطورة لانه هذا 15 صح؟ خلوني اركز يا واو. اي ليش ما رجعتي اكثر؟ الله ان شاء الله يا اخوان الله يتمم ان شاء الله الله يتمم. كان ابو فيصل يريد يتجوز يعني شو يتمم فعلا الواحد ان شاء الله الله يتمم عليه بكل شغله بخير يعني شو شو الحكي. يصير 15 فوز 15 جيم على هاي الطاوله. اي والله يا اخوان يعني اعتقد نقدر نقول انه الحظ اسطوري ولا لسه؟ هل ندخل طابة السبعة؟ بالكت ما دخلت. معقولة ما ندخل طابة السبعة؟ اوه والله كل شيء يصير. اسمع ابو فيصل لا بدها تدخل العيون كل واحد ما بقى معايا لحد هاي اللحظة. الله يسعدكم ان شاء الله ويحفظكم ان شاء الله جميعا. خلنا نشوفكم ياهن مرة أخرى يا إخوان. 15 وهذا الفوز هو فوز 16. خلنا ندخل التسعة قبل ما يخلص الوقت ونمعط. ناخذ الخاتم خالصين بس 15 من 15 ب 15 فوز. هذا كان موضوعنا يا اخوان. ان شاء الله ما طولت عليكم ما ازعجتكم. بتمنى هذا الفيديو يعجبكم. وان عجبكم يا اخوان لا تنسونا من الدعم مشاركة مع الاصدقاء وربي يسعدكم جميعا. مشاركة الفيديوهات يا اخوان مع الاصدقاء بتكبر هاي القناة بتصل لعدد اكبر من الناس بتكبر مشاهداتنا بتتحسن امورنا. وفي عندي موضوع راح اتكلم ان شاء الله يا اخوان على القناة الثانية. ربط القناة الثانية موجودة بصندوق الوصف. يلي يحب يسمع يا اخوان ان شاء الله في موضوع مهم لانه عم
ناس تكتب لي كثير بالتعليقات، فراح أشرح القصة إن شاء الله على القناة الثانية، وإن شاء الله تكون الأمور طيبة بإذن الله تعالى. بترككم بأمان الله، كان معكم أخوكم أبو فيصل، تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.